المشروع السياسي عن طرفي النزاع الأساسيين 8 أدار يعني على رأسهم حزب الله و14 أدار السابقة وعلى رأسهم مجموعة شركات إعلانية بتشتغل مع أحزاب الأساسية بهذا الفريق هو الانتقال بعد الانهيار المالي اللي خربط بآليات عمل النظام وقدرته على تمويل نفسه وخربط بمشروعيته الشعبية اللي هو جاي من صراع فريقين. شرعية نظامنا جاي انه في فريقين بتصارعوا مع بعض كل الوقت نقسم الناس عليها وبحجة الطائفية بنقعدهم سوا كل الوقت فوق. طيب. هيدا تخربط انه انتو صار عناوين النزاع بطلت اللي انتو بتعرفوا تديروها. صارت شيء بقص لكم احزابكم هيك بالعرض صاحب البنك فيكم ماروني والمودع ماروني وغير المودع ماروني ما فيكش تديرهم انه سوا تعوا تنواجه السنة اما الشيعة مش هيك بتصير. بهذا الإطار شو المشروع؟ تحويل الصراع من 8 و 14 واحتوائه ليتحول 8 و 17 هالشي مش بس جماعة 14 قدر عم يحاولوا يسعوله هالشي حتى جماعة 8 قدر عم تسعيله مع أول المظاهرات اللي صارت 17 تشرين دغري انتقل أمين عام حزب الله وتطلع وسحب المتظاهرين واعتبر انه هيدي في مؤامرة أمريكية وفي خلفيات سياسية له هو ليرجع على فرز مين مع أي خارج 14 أدار جماعتهم صرفوا على نفس الأساس اخترعوا خبرية بشيء إعلاني شغل عليه بأحدى الشركات يعني أنه نستنبط قصة التغيير ومنزيد عليها السيادة عشان هيك عم نسمع هلأ بمعيار أنه منهم السياديون ومنهم بس تشوف نفاق هذا المعيار بس ما هو بالآخر السيادة حتى منا شعار سياسة بدك سياسات عامة تضمنها تحفظها أولاً السيادة تكون بأنه الدولة بتأخذ قراراتها بالسياسة الخارجية والدفاعية صحيح هذا معيار السيادة بتكون أنه أنت بتعمل زلمة السعودية يعني أنه إذا ها أنت ضدها بتصير مع هيديك هاي كمان شيء من السيادة يعني وقت ينخطف رئيس الحكومة سعد الحريري ما فيش حتى راسك بالرمل وتعتبر أنه هذا الشيء عادي وبدنا نعرف لوقت هو سيادة إيه ولا هون سيادة والاقتصاد منه ملف أنه في اقتصاد وفي سياسة ما الاقتصاد هو اللي بيقدر يضمن لك سيادتك انت ما فيك تكون دولة عايش على حدا يناولني اكنت فرنسا اما السعودية ام ايران اذا بدك اقتصاد عايش هيك انت حتما زلمة حدا ما تحكيني بالسيادة فالسيادة هي حتى سياسة عامة بدك تطبقها بسياستك الخارجية وسياستك الاقتصادية وسياستك الاجتماعية والسياسة الدفاعية بهول اربعة سوا مشان هيك انت بتقدر بسهولة ما تفوت بهذا الانقسام بس بدك مشروع سياسي واضح بسياسته العامة ليجاوب على القضايا ما فيك تتغاضى عنها لتحمي حالك لا بدك تجاوب عليها وتجاوب عليها جواب مختلف مش تجاوب عليها بالانقسام نفسه بس حتى بالشعار نفسه ما يعني وكأنه كان صار في إعادة تدوير لشعار سبق وطرح يعني كمان بفترة من الفترات خلال انتفاضة 14 أذار يعني معيار السيادة كان ضمن ثلاثية كانت تردد دائما حرية سيادة استقلال وكأنه حتى ما في قدرة على اختراع شراء شعار سياسي ما في قدرة ما في نية أو ما في بدون يعني مش ما في قدرة في قدرة في قدرة مشاريع سياسية البلد منهار على كل أصعده أنت أول ما تبلش تفكر بالقطاعات وتفكر بالانطلاقة من مصر أنت رؤيتك لوان مصلحة لبنان بتبلور الرؤية متكاملة بس إذا أنت ما بدك تخوض هالنقاش أصلا ما أنت في مسؤوليات عليك بكيف وصلنا لهون واحد وأنت إذا بدك تعالج الأزمة بتفكك حزبك شو يعني وزع خسائر قول لناس بقلب حزبي اللي هن مثلا كلهم سنة هالمرة أو كلهم شيعة تجي بتقول لهم انه اوكي جزء منكم راح يحمل خساره جزء منكم ما راح حملوا قد الثاني جزء منكم راح ياخذ كهرباء اكثر من الجزء الثاني لانه هذا بيشتغل قطاعات صناعيه انتاجيه هيداك لا جزء منه راح امن له مواصلات لانه ما عندي القدره امن كل شيء فراح انن قدراتي بس تبلش بقطاع اقتصاد جزء لا بينفجر الحزب نفسه وكل هاي الاحزاب اذا واحد بالحزب توظف بشيء اداره دحشوه محل وواحد بنفس المستوى موظفوه بيعلقوا بين بعض هالنوع من الخلافات جواتهم فبصير في بصير في هروب نحو شعارات ما في إلا ولا كيف بتحتويها قصية الودايع لا خبرية تانية وفوت الأول بالقمع هيداك بتصير انه المشكل انت لاحظ ما هو كل خطاب تبع فريقين النزاع هو العملة تاني مال يعني حزب الله وقت يقول انه كل مشكلة لبنان هي مؤامرة خارجية هو نفسه خطاب 14 كل مشكلة لبنان هو سلاح حزب لبنان هو حزب الله اللي سبب العقوبات والحصار وما بعرف شو أما الضغوطات فهو نفس العوامل بس بقلبوها بين بعض وين أنا واقف باتجاه الآخر أقليميا
بقى أنت إذا بده يكون موقعك مختلف بده يكون عندك طرح مختلف برؤية مختلفة للدولة ووظائفها. بس إذا أنت بتسمح لحالك تقعد تجاوبهم على أسئلتهم ما أسئلتهم معدة للفرز من أيام مظاهرات 2011 إسقاط النظام الطائفي، كيف راحت المظاهرات؟ كيف اتبعثرت؟ بلشت قصة بسوريا، أنت مع بشار أسد ولا ضده؟ إذا بتجاوب هيك صرت 8 أدار، إذا بتجاوب هيك صرت 14 أدار، إذا واحد منه كان عنده جواب كتير بيشبه التاني بس ما عنده سياسات بتبرره بصورة مختلفة، تلقائيا واحد بصير يخاف منه، هذا شو عم يجاوبني أجوبة 14 أدار، هيدا عم يجاوبني أجوبة 8 أدار، فأنت بتبقى أسير هذا الاصطفاف وتخون، هيدا شغل انشغل عليه بصورة كتير ملحة وراح ينزيد الشغل عليه بمجلس النواب هلا. تضخيم الشعارات لدرجة إنه أي يعني دخول بتفاصيل أخرى تتهم يا أما إنه عم تتهرب من السؤال الأساسي أو ثمانية ربحت نسبيا بالفترة اللي ماضية، فثمانية بعدها موجودة كثمانية، 14 اتبعثرت لظروف خارجية ومحلية، بدنا نرجع نعيد هذا الصراع 8 و17 بدل 8 و14. إيه لا 17 هي على نقيض تجربة 8 و14 جاية تقلنا أنه جزء من مشكلتنا خارجية، أكيد كل الدول في عندها مشاكل خارجية وتأثيرات خارجية، بس على عكس منطق 8 و14 لكل السياسة تختصر بتموضعك تجاه الواقع الإقليمي، في مشكلة داخلية. نحن شو ما عم بيتغير الواقع الإقليمي؟ عم بيبقى في عندنا نفس الطبوس قاعدين بوجه يعني.